السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في اولى محاضرات كورس الفارماكوجنوسي 2 في الترم الاول في سنه تانية. طيب بصوا يا شباب، الكورس ده يعني هو باين عليه كده ممتع، يعني لطيف كده وحلو، بس يعني شكله كده دسم، يعني هيبقى فيه حاجات كتيره قوي جديده وميكانيزمات كتيره جدا جديده علينا ما درسناهاش قبل كده، ويعني شكله كده هيبقى تقيل شويه. فعشان كده شغل الفشل بقى اللي احنا كنا بنعمله الترمات اللي فاتت، ان احنا نلم الماده ليله الامتحان، ده ما ينفعش بقى. لا خلينا بقى نذاكرها من الاول، والكلام ده انا بقوله لنفسي قبل ما بقوله لك، يعني خلينا كده نذاكرها من اول السنه عشان نبقى لطاف يعني مع بعض كده، وما نجيش نتزنق في الاخر زنقه الكلاب يعني. طيب الكورس ده بيتكلم عن ايه بقى؟ بص هو مركز اكتر على الناتشرال برودكتس، يعني احنا الكورسات اللي فاتت كان بيركز اكتر حاجه على البارت يوز، يعني مثلا يقول لك النباتات دي المجموعه دي جايه من فلاورز، المجموعه دي جايه من سيدز، المجموعه دي جايه من فروتس، المجموعه دي جايه مش عارف ايه، ده كان تركيزه الاكبر على الجزء ده. بعد كده يجيب لك الماده الفعاله ويشرحها لك، يشرح لك الميكانيزم بتاعها ويشرح لك كل حاجه. في الكورس ده بقى هو برضه هيقسمها لك نفس التقسيمه بالظبط، هيقول لك دول جايين من هيربس، دول جايين من روتس، دول جايين معرفش منين، نفس الفكره. بس هو مركز قوي على الطبيعه بتاعت الماده الفعاله. يعني ايه؟ يعني هيجي يقول لك مثلا الماده الفعاله دي طبيعتها الكالويد، ويبتدي يديك نبذه كده عن الالكالويد. بعد كده الماده دي طبيعتها فولاتايل اويل، بعد كده يديك نبذه كده عن الفولاتايل اويل، مش عارف دي طبيعتها صابونين، دي طبيعتها تربينز، دي طبيعتها معرفش ايه، وهكذا. طب ليه هو مركز قوي على الحاجات دي؟ لان ده اخر كورس، الترم الجاي اجازه ان شاء الله، وبعد كده هندرس الفايتوكيمستري اللي هي بتدرس المواد دي كلها، بتدرس الناتشرال برودكتس دي كلها، الالكالويدز والفولاتايل اويلز والحاجات دي كلها هي بتدرسها. فعشان كده هو بيأهلك للفايتوكيمستري، تمام؟ فعشان كده الكورس دسم، وعايزين بقى تركيز فيه مع بعض من اوله خالص ان شاء الله، تمام؟ فنتوكل على الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ونبتدي بس كده ناخد ايه تعريف كده او ديفينيشن للناتشرال برودكتس. هو اصلا يعني ايه ناتشرال برودكتس؟ هي من اسمها، هي برودكتس ناتشرال، برودكتس جايه من ناتشرال سورس، جايه من بيولوجيكال سورس، جايه من مصدر حي، مصدر طبيعي. المصدر الحي ده او المصدر الطبيعي ده ممكن يبقى بلانت، ممكن يبقى انيمال، ممكن يبقى مينرالز، ممكن يبقى اي حاجه، ممكن يبقى اكستراكت منهم. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن عارف السمغ العربي اللي بيبقى موجود في الشجر، لما تيجي كده تكحت في الشجره وتكتب مثلا فوزيه بتحب ابراهيم، بيجي بعد كده في شويه سمغ كده بينزل عشان يعالج الحته دي، السمغ ده احنا ساعات بنستخدمه، السمغ ده يعتبر ناتشر برودكتس، تمام؟ طيب الافيون اللي بنجيب ده يعتبر ناتشر برودكتس مع انه اكستراكت، جل الصبار اللي احنا بنستخدمه لشعرنا المأمل ده، اهو جل الصبار ده يعتبر برضه ناتشر برودكتس لان هو جاي من بلانت اللي هو الصبار، تمام؟ كل الحاجات دي ناتشر برودكتس. يبقى دي بتيجي منين؟ بتيجي من اي بيولوجيكال سورس، بلانت، انيمال، حتى المايكرو اورجانيزمز، حتى المايكرو اورجانيزمز. يعني مثلا عندك اشهر حاجه اللي هو البنسلين، البنسلين ده كان جاي من بكتيريا، يبقى ده يعتبر ناتشرال برودكتس ولا لا؟ طبعا يعتبر ناتشرال برودكتس. الكورتيزول، الكورتيزول يعتبر ناتشرال برودكتس، هو سيمي سينثيتك بس يعتبر ناتشرال برودكتس، تمام كده يا شباب؟ دي اول حاجه. طيب الحاجه الثانيه، هو بيقول لك ان هو عباره عن سكند ميتابولايتس، الحاجات دي عباره عن سكند ميتابولايتس. الكلمه دي انت سمعتها قبل كده السنه اللي فاتت، بس انت اصلا انت مش فاكر ان انت عشت السنه اللي فاتت، يعني انت اصلا مش فاكرني انا شخصيا، فهنقولها بسرعه. يعني بص، انت عندك البلانت لما بيجي بينمو يعني وكده، اول حاجه بيكونها حاجه اسمها برايمري ميتابولايتس، اللي هي مكونات كده بيكونها، وهي من اسمها برايمري يعني مكونات اوليه، اول حاجه بيكونها. طب هو بيكون ليه المواد دي؟ بيكونها لنفسه، لنفسه، لمصلحته هو، علشان ينمو وعلشان يعيش. حاجات هتديله جروس، حاجات هتديله اكل شرب، اللي هي الحاجات دي كلها شويه مواد مهمه بالنسبه له. بعد كده المواد المهمه بالنسبه له دي اللي هي البرايمري ميتابولايتس هتتحول بعد كده لسكندري ميتابولايتس عن طريق مجموعه انزيمز وتفاعلات كده، هتحولها لسكندري ميتابولايتس. طيب من اسمها سكندري ميتابولايتس، يبقى هي دي مهمه قوي للنبات؟ لا مش مهمه قوي للنبات، هي سكندري يعني مهمه بس مش يعني سكندري، تمام؟ طيب وظيفتها ايه بقى للنبات؟ الديفنس، الدفاع عن النفس، يطلع لك شويه مواد كده. يعني مثلا تلاقي النبات ده بيطلع لك شويه الكالويدز، طب هو ليه مطلع الكالويدز؟ عشان مثلا لو جه خروف ياكل النبات ده يموت، ما ياكلش، عشان الالكالويدز دي اغلبها توكسيك، فاهم قصدي؟ يطلع لك شويه مواد للديفنس. المواد دي بقى احنا بنستخدمها في الطب او احنا بنستخدمها في العلاج، 60% من الدراجز اللي بنصنعها في السوق بتيجي من السكندري ميتابولايتس دي، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي بقى الالكالويدز، الفولاتايل اويل، التربينز، الصابونينز، كل البلاوي السودا دي، دي كلها جايبينها منين؟ من سكندري ميتابولايتس، تمام كده يا شباب؟ طيب ده كده بس ايه يعني مقدمه كده بسيطه. تعال بقى نشوف الكورس بقى هيتكلم عن ايه والحاجات دي. بص يا سيدي، بص يا اسطى، احنا الترم اللي فات درسنا ايه يا حبيب قلبي؟ درسنا الفلاورز والسيدز والفروتس، تمام؟ طيب في السيدز كده
فاكر الجيرمينيشن؟ اكيد مش فاكر صح. تعالى كده نقول كنا نجيب السيد نحطها في الارض ونسقيها وكده ونسيبها يحصل لها جيرمينيشن او يحصل لها نمو. كان بيطلع منها حاجتين، حاجه كده مدلدله لتحت اسمها راديكال، وحاجه كده هتدلدل لفوق اسمها بلوميول. يبقى اللي هيدلدل لتحت كان اسمه راديكال، والراديكال ده كان هيكون لي الروتس، الروتس اللي هي الجذور، والبلوميول ده كان هيكون لي الستم. تمام. يبقى دلوقتي السيد لما تفتح وتعمل جيرمينيشن كانت بتطلع لي زي زرعتين كده، زرعه لتحت اسمها راديكال، وزرعه لفوق اسمها الايه؟ البلوميول. طيب الزرعه اللي تحت اللي اسمها الراديكال كانت هتعمل ايه؟ كانت هتكون لي بعد كده الروتس. طيب هي الروتس دي بتعمل ايه اصلا؟ دي اللي مسؤوله عن الابزوربشن بتاع الميه والنيوترينز. هي دي اللي هتمتص الميه والنيوترينز من التربه عشان بعد كده توديها للنبات، توديها للليفز الورق اللي هو الورق بتاع النبات، توديها للفروتس للفاكهه، توديها للفلاورز للورد، تودي له الحاجات دي، تودي له الميه وتودي له النيوترينز بتاعته. طيب هتوديها له ازاي؟ هتوديها له عن طريق انها تمتص الميه والنيوترينز من التربه. تمام كده. طيب معلش يعني الليفز برضو فوق والفلاورز دي فوق، يعني احنا محتاجين اسانسير، عايزين اسانسير يوصل الميه والنيوترينز اللي جايه من الروتس دي يوصلها لفوق. قال لك ما هو الاسانسير ده بقى هو ده البوليميول اللي بعد كده هيكون لي ايه؟ هيكون لي الستم. تمام كده يا شباب. يبقى انا عندي السيد لما يحصل لها جيرمينيشن هتطلع لي بوليميول اللي هيكون لي الستم، وعندنا الراديكال اللي هتكون لي الروت. الروت بتعمل ايه؟ بتعمل ابزوربشن للميه والنيوترينز. طب والستم هياخد الميه والنيوترينز اللي امتصهم الروت يوديهم لفوق، يوديهم للليفز والفلاورز والفروتس والحاجات دي كلها. تمام كده يا شباب. طيب حلو قوي. يبقى دلوقتي البلوميول بيكون الستم. طيب ماشي، ادي اهو المرحله الثانيه، ادي البلوميول اهو بدا يكون الستم. طب الستم هنا اتكون، لحد دلوقتي لسه ما اتكونش لا ليفز ولا لسه اتكون لي فلاورز. هتتكون ازاي بقى؟ انا لحد دلوقتي اهو زي ما انت قدامي زي ما انت شايف ظاهر الستم، الحاجات دي هتتكون ازاي؟ قال لك الستم ده بقى بيبقى فيه زي فتحات كده، فتحات، الفتحات دي او عقل او عقد. تمام، زي فتحات هنسميها فتحات يعني. اسمها ايه؟ اسمها نودز. اسمها ايه؟ نودز. قال لك النودز دي بقى عباره عن خلايا undifferentiated اسمها ميريستيمك. الدكتور قالت الكلمه دي اسمها ميريستيمك تيشوز، خلايا undifferentiated. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا معلم، انت عندك الستيم ده بيطلع لي ليفز وبيطلع لي فلاورز، ازاي ستيم واحد يطلع لي ليفز وفلاورز في نفس الوقت؟ قال لك ما هو بسبب الخلايا دي، الخلايا دي undifferentiated يعني غير متميزه، يعني تقدر تطلع لي كذا حاجه، تقدر تطلع لي ليفز، تقدر تطلع لي فلاورز، تقدر تطلع لي فروتس وهكذا. فاهم قصدي؟ فهو ده الستيم اللي بيعمله. في حاجه اسمها نودز وهوريكم صورتها دلوقتي. النودز دي بتعمل ايه؟ هي دي اللي بتطلع لي الليفز، او هي دي المنبت بتاع الليفز وبتاع الايه وبتاع الفلاورز. طب تعالى كده نشوفها اهي. بص كده، ادي الستم اهو بالشكل اللي قدامك ده، الخط اللي قدامك ده، ده كده كله ستم، وادي النقط دي هي دي النودز. هتلاحظ بس ان في انتفاخ طالع كده. ايه الانتفاخ ده؟ الانتفاخ ده اسمه بد. ايه البد ده؟ المفروض عارفينه لما كنا بنقولها على القرنفل، البد فورم. هو ده البد. البد ده عباره عن ايه؟ الليفز والفلاورز قبل ما تتكون. يعني ايه؟ هو دلوقتي الليفز هتتكون والفلاورز هتتكون، بس اول ما هتتكون هتبقى ضعيفه جدا لان هي هتبقى صغيره جدا، فانا بحطها جوه البد ده، ببقى قافله عليها كده بالبد ده. ليه؟ عشان احميها. تمام. يبقى نعيد تاني معلش كده. الستم ده بيعمل ايه؟ بينقل لي الميه والنيوترينز للليفز والحاجات دي. طب هو ثانيه اصلا الليفز بتطلع منين والفلاورز بتطلع منين؟ بتطلع من الستم برضو. ازاي؟ بتطلع عن طريق حاجه اسمها بد او نودز. الاثنين صح. النودز دي بتكون لي البد، والبد دي اللي بيطلع منها الليفز وبيطلع منها الفلاورز. حلو حلو. طيب تعالى كده نشوف لها صوره. اهو يو اهي صوره مثلا هنا اهو. تمام، ادي الستم ظاهر قدامك، ادي الروتس اللي تحت هي الاول، ادي الروتس، وادي بعد كده الستم اهو، وادي الليفز، وادي الايه الفلاورز، وادي البد، ادي بد فوق اهو، في واحد بد اهو، وفي بد تانية، وفي بد تالتة، وفي بدات كتير اهو هنا موجوده هنا، وادي الليفز موجوده. طيب في حاجه كده المفروض ان انت ملاحظها، انت عندك الستيم اهو، امال ايه البرانشز اللي طالعه دي؟ قال لك اللي بيطلعها النودز برضو. يا راجل اه والله، النودز هي اللي بيطلعها برضو، يعني الحاجات دي بتطلعها. يبقى دلوقتي البد بيطلع ايه؟ بيطلع لي ليفز،
بيطلع لي فلاورز وبيطلع لي سكندري ستيم او لاترال ستيم. اللفظين صح، سكندري ستيم او لاترال ستيم، يعني بيطلع لي شويه ستيمات تانية في الجنب اللي هي اللاترال اللي انا لسه مورياك صورتها. يعني مثلا لو جينا نشوف كده اهي، ده هيبقى شكلها في الاخر. بص كده، ادي الستيم اهو، وادي مكان النودز، ادي الفتحات بتاعت النودز. بص، من نفس النود اهي طلع منها ستيم تاني اهو، ادي نود اهي طلع منها برضو ستيم تاني. تمام كده يا شباب؟ طيب، يبقى دلوقتي الستيم وظيفته ايه؟ ليه كذا وظيفه. يوه، ده احنا قلنا كتير قوي يا معلم. قلنا اول حاجه السبورت، بيحمي النباتات او بيدعم النبات، بيدعمه بيخليه واقف. اتنين، بينقل الميه والنيوترينتس. ثلاثة، في حاجه اسمها نودز، النودز دي بتكون لي بد. البد ده هيكون لي ايه بعد كده؟ هيكون لي الفلاورز، هيكون لي الليفز، وممكن يكون لي كمان سكندري ايه؟ سكندري ستيم. جميل جمال ملوش مثال. حلو قوي. طيب، في حاجه كده بس ايه هنلاحظها، ان النودز مش لازقه ببعضها، في مسافه كده ما بينهم. المسافه دي بنسميها ايه؟ بنسميها المسافه اللي بين النودز، يعني انتر نود. بس سهله جدا، المسافه دي اسمها ايه؟ اسمها انتر نود. انتر نود يعني المسافه اللي بين التو نودز. تمام كده. طيب، هي مهمه؟ هي مش مهمه، احنا في منهجنا الدكتور ما جابتش سيرتها، بس هي مهمه عامه في ايه؟ ان هم بيعرفوا منها عمر النبات. النبات كل ما بيكبر كل ما المسافة دي بتوسع أو بتكبر أكتر، فبيعرفوا إن النبات ده عجوز يعني كبير. لكن لو النبات لسه صغير خالص، فالتو نودز دول بيبقوا لازقين في بعض كده، بيبقى شبه ما فيش ما بينهم مسافة، فبالتالي ببقى عارف إن النبات إيه، لسه نونة صغننة يعني. تمام. طيب، حلو كده يا شباب. إحنا دلوقتي كده اتكلمنا عن الإيه، عن الستيم. طب تعالى كده نقول حاجة كمان، معلش. بص، الستم ده مش احنا قلنا ان هو بيعمل سبورت للنبات؟ اه تمام، ان هو عن طريق ان هو بيوقف الليفز والفلاورز والحاجات دي كلها. حلو. الستم ده فيه فاسكولار باندلز، لان هي دي اللي بتنقل الميه وبتنقل النيوترينتس والحاجات دي كلها. طيب، الستم ده لو كان ناشف خشب كده وودي صعب، يبقى زي التري مثلا، زي الشجر، يبقى قوي وهيدي سبورت قوي. لكن ساعات بيبقى هش كده، بيبقى ضعيف. هو بيشيل الليفز وبيشيل الفلاورز وبيشيل الحاجات دي كلها، بس برضه ساعات بيبقى ضعيف، يعني ما بيبقاش قوي، بيتكسر بسهوله جدا. لو كان وودي وصعب وناشف، ده يبقى موجود في التري. لو كان بقى هشك بشك كده وبسيط، هيبقى موجود في حاجه اسمها الهيربس، وهو ده موضوع المحاضره بتاعت النهارده. يبقى ايه هي الهيربس؟ الهيربس دي عباره عن بلانت. البلانت ده ليه ستيم، بس في مشكله، الستيم ده doesn't woody، مش خشبي، بالعكس، ولا بيرمننت، ما بيقعدش كتير لان هو ضعيف جدا، بيموت على طول، بيموت بسرعه، هشك بشك يعني. تمام. طيب، حته ان هو بيموت افتر فروتنج الدكتور ما قالتهاش، مش مهمه، بس هي الفكره ان هو نوع انوال، وهشرحها الحته دي دلوقتي. فالمهم دلوقتي، الهربس دي عباره عن ايه؟ عباره عن بلانت عادي جدا، ليه ستم طبيعي جدا، بس الستم ده هشك مش ضعيف خالص، ما فيهوش اي حاجه، بيموت بسرعه، ونوت ايه، نون بيرمننت، مش دايم. تمام. طيب، ده التعريف بتاعه في البوتاني. امال تعريفه بقى في الفارماكوجنسي؟ في الفارماكوجنسي بيقول لك هو اي بلانت عامه ليه اكسس، او اي ليفز، اي فلاورز، اي فروتس، يعني تعريف عام يعني. تمام. بس في كده تلات الفاظ تحت كده عايزين ناخد بالنا منهم، هي انوال وباينيال وبرينيال. ايه بقى الالفاظ دي؟ ركز معايا. بص، في نباتات بتكون ضعيفه زي الهربس، الهربس دي ضعيفه، الستم بتاعها مش قوي، مش اقوى حاجه، فبالتالي هتموت بسرعه، بتقعد سنه واحده وتموت. طيب، النباتات اللي بتقعد سنه واحده وتموت دي بنسميها ايه؟ بنسميها انوال. انوال يعني ايه؟ يعني بتقعد سنه واحده وبعدها تتوكل على الله. طيب، في نباتات بتقعد موسمين، بتاخد سنتين وبعدها تموت، زي الايه اهي، الباينيال دي بنسميها باينيال، باي يعني اتنين، باينيال. يبقى الانوال بتقعد موسم واحد، موسمين، باينيال. طيب، لا، هتقعد بقى الى 5 6 7 8 9 10 سنين، زي مثلا الشجر، زي النخل، زي الحاجات دي كلها، بنسميها بيرينيال بلانتس، بنسميها ايه؟ بيرينيال بلانتس. طيب، يبقى سنه انوال، سنتين باينيال، كتير بيرينيال. تمام. طيب، ايه اللي بيخلي الانوال ضعيف والباينيال هكذا والبرينيال يقعد كتير؟ الستم. الستم هو اللي بيتحكم في الحاجات دي. لو الستم قوي جدا
وفي زايلم كتير، فهيقدر يوصل ميه كتير لاماكن بعيده، يقدر يوصل نيوترينتس كتيره، يقدر يعمل، يقدر ان هو يحتفظ بالفود ويحتفظ بالميه ويحتفظ بالحاجات دي كلها. خلاص يبقى النبات هيعيش لمده طويله زي البرينيال بلانتس. لكن لو هو بقى هش خالص، ضعيف جدا، خلاص يبقى هتموت على طول بعدها، اللي هي الايه، اللي هي الانوال بلانتس. خلاص كده يا شباب. طيب هنا بيديك بعض الامثله ما لهاش اي ستيل لازمه خالص. بيقول لك ان احنا ساعات ممكن نستعمل الايريال شوت، يعني ناخد شوت واحد. شوت ده اللي هو اللاترال ستيم اللي احنا شرحناه، مش احنا قلنا ان احنا عندنا الستيم بيطلع منه حاجه لاترال اهي، اللاترال ده كده، اللاترال ده اسمه شوت، تمام؟ او ستيم بالليفز، يعني الشوت ده معناها ايه؟ معناها ستيم وشايل ليفز، تمام كده. فهو بيقول لي ان انا ساعات ممكن استخدم الاريال شوت زي الهيوسايموس والكنابيس، وممكن استخدم الاريال بارت عامه. الاريال بارت يعني استخدم كل النبات اللي معرض للهواء، الستيم كله بالليفز كلها بالبادز، كل النبات اللي معرض للهواء زي الصايم واللوبيل او اللوبيلا، انا قريتها لوبيا، ايه الهبل ده، اللوبيلا. وفي كمان البلانتس مثلا اللي باخد منها الروتس زي الفينيكا، برضو دي هتتاخد في الكورس وهكذا، يعني السلايد ملهاش لازمه يعني. طيب الستيم اتكلمنا عنه، قلنا هو عباره عن ايه، عباره عن البلانت اكسس اللي هو الستيم نفسه العمود ده، وايه، والنودز، النودز اللي موجود عليه، والمسافه اللي ما بينهم اللي هي كنا بنسميها ايه، بنسميها الانتر نودز، تمام كده. طيب في بقى حاجه عايزين نتكلم عنها شويه. بص يا معلم، الستيم احنا عارفينه بالمنطق بيكون موجود فين؟ فوق الارض. مش احنا قلنا البلوميول بيطلع لفوق ويكون الستيم؟ اه، بس ساعات كده بتحصل حاله زي حاله شاذه كده، ان الستيم بينمو تحت الارض. الستيم بينمو تحت الارض، ايه ده ازاي بقى؟ مش المفروض الروتس هي اللي بتنمو تحت الارض؟ اه الروتس بتنمو تحت الارض طبيعي جدا، ولكن ساعات الستيم ده بينزل تحت الارض وينمو تحت. طيب ليه؟ ايه السبب في كده؟ ايه السبب اللي يخلي الستيم ينزل تحت؟ ببقى انا عايزه احافظ على اكبر كميه من الفود والميه. بيبقى النبات ده اللي بينمو ده اللي هو تحت الارض بيبقى عايز اكبر كميه ميه واكبر كميه فود، فبينزل هو للارض، بينزل هو للنيوترينز بقى، اللي هو لا انا مش هفضل قاعد فوق مستني الميه تطلع لي والفود، لا 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 ده انا هنزل لك بنفسي. فيروح حاطط الستيم بتاعه تحت الارض عشان يقدر يحصل على اكبر كميه فود واكبر كميه ميه. بنسميه بقى الستيم ده سبترينيان ستيم، سبترينيان ستيم، سبترينيان ستيم ده، ده الستيم اللي بينمو upper ولا اندر جراوند، بينمو اندر جراوند، بينمو تحت الارض. ليه؟ عشان يحافظ على اكبر كميه ميه واكبر كميه من النيوترينتس من التربه، تمام. طيب لو كده كده يعني نتناقش مثلا ايه الفروقات اللي ممكن تكون موجوده بين الاريال ستيم اللي هو اللي بيتعرض للاير اللي هو الستيم الطبيعي جدا، وبين السبترينيان، يعني ايه الفرق اللي ممكن يكون موجود ما بينهم؟ اول فرق بينهم اللون، اللون بتاعهم مختلف. طب ليه؟ الستيم بيبقى لونه اخضر، تمام، الستيم الطبيعي اللي هو الاريال ستيم بيبقى لونه اخضر. ليه؟ الستيم ده بيتعرض للهواء فبيعكس الضوء، لما بيعكس الضوء بيعكس الضوء الاخضر، مش هو فيه كلوروفيل والحاجات دي كلها، الكلوروفيل اللي موجود في الليفز والكلام ده كله، الكلوروفيل ده لما بيمتص الضوء بيمتص اللون يعني بيمتص لون معين من الضوء، معرفش ايه بصراحه، بس بيمتص لون معين من الضوء وبيروح يعكس اللون الايه، اللون الاخضر. خلاصه الكلام يعني انه علشان النبات يجيب اللون الاخضر ده محتاج يكون متعرض للضوء. طب السبترينيان اصلا موجوده تحت الارض، يبقى هي متعرضه للضوء؟ لا مش متعرضه لاي ضوء خالص، يبقى هي هيبقى لونها اخضر، ملهاش لون اخضر. فوالله بقى عنده كلوروفيل، ما عندوش كلوروفيل، مفيش لون اخضر في السبترينيان. ليه؟ عشان ما عنديش ضوء اصلا. فحتى لو عندي كلوروفيل في السبترينيان ستيم برده مش هيبقى عندي اللون الجرين، لان انا ما عنديش الضوء، مش هيمتص ضوء، تمام كده يا شباب. يبقى لما يجي يسالك دلوقتي ايه الفرق بين الاريال ستيم والسبترينيان ستيم، تقول على طول الكالر، الاريال ستيم جرين بسبب الكلوروفيل هيمتص الضوء وهيعكس اللون الاخضر، هيعمل ريفلكس الجرين كالر، اما السبترينيان لا مش هيدي اللون الاخضر، هيدي لون اللي هو اللون البيج اللي هو بتاع الروتس، كانها روتس بالظبط. طب في مشكله دلوقتي، انا لسه قايل لك لفظ دلوقتي قلت لك كانها روتس بالظبط، افرق ازاي ما بينهم يا اخويا؟ افرق ازاي بين السبترينيان ستيم وبين الروتس طالما الاثنين نفس اللون ونفس كل حاجه؟ قال لك النودز، النودز دي قلنا وظيفتها ايه؟ تطلع لي ليفز وتطلع لي فلاورز. طب هل الروت هيطلع لي ليفز وفلاورز؟ اكيد لا. فهل هو عنده نودز؟ ما عندوش نودز. النودز دي مش موجوده في اي بارت في النبات غير في الستيم فقط، مش موجوده في اي بارت في النبات غير الستيم فقط، تعتبر كده كاركترستيك، يعني حاجه سبيشال ليها هو النودز دي. يبقى دلوقتي ممكن اجيب لك سؤالين، السؤال الاول يقول لك ايه الفرق بين الاريال ستيم والسبترينيان، تقول لي على طول الكالر، الاريال جرين عشان الكلور في هيعكس اللون زي ما حكيت لك، السبترينيان لا مش جرين.
طب افرق ازاي بين اني ستيم عامه، ايذر بقى كان ايرل او سب تريلين، بالروت؟ هتقولي على طول بالايه، بالنودز، ان الستيم هيبقى فيه نودز اما الروت ما فيهاش نودز. ولو قلت بود صح، يعني النودز والبود صح، مفيش اي مشكله بينهم، تمام. طيب الفانكشن بتاعت الستيم قلناها، قلنا اول حاجه سبورت، تاني حاجه بصوا هقول لكم على حاجه صح، السبورت ده ليه يا شباب؟ انا مش فاكره انا قلتها ولا لا. السبورت ليه؟ هو بيشيل الحاجات دي فوق، بيشيل الليفز والفلاورز بيشيلها لفوق، فبيرفعها لفوق فبيدي سبورت. الحاجه التانيه هو في فاسكولار باندلز، الفاسكولار باندل دي ليه؟ علشان يرفع الميه ويوصل الميه والنيوترينتس للحاجات دي. وفي نفس الوقت الفاسكولار باندل دي منها الزايلم، والزايلم ده من اسمه خشب، هو ده اللي بيدي السكنس او بيدي السترينث للستم. كل ما الستم بتاعي يبقى فيه زايلم اكتر كل ما بيكون قوي اكتر. يعني لو جيت مثلا اجيب لك النعناع واجيب لك شجره النعناع، شوف الستم بتاعه عامل ازاي وشوف الشجره الستم بتاعها عامل ازاي، ايه اللي خلى الفرق عامل كده؟ لان الشجره بمنتهى البساطه الستم بتاعها مليان زايلم، والزايلم من اسمه خشب لان هو لاجنيفايد، فيه كميه لينين كتيره جدا، فهو اللي بيدي السترينث للستم. فبما انه لاي ستم فيه زايلم فخلاص هيبقى فيه شويه سترينث، حتى لو زايلم بسيطه بس هو فيه شويه سترينث، فهيدي لي سبورت للايه، لللابت، تمام كده يا شباب. وكمان في نودز، النودز دي اللي هيطلع منها ايه، هيطلع منها الفلاورز والليفز والحاجات دي كلها. طيب تعالى كده ناخد ايه، شويه امثله للستم، شويه انواع كده الستم بتختلف بعضها عن بعض، تمام. هناخد اتنين اتنين، يعني كل اتنين متشابهين كده هناخدهم مع بعض. اول نوعين حاجه اسمها هيرباشياز ستيم والساكولنت ستيم، الهيرباشياز ستيم والساكولنت ستيم. طيب هو ايه يعني، ايه المتشابه بينهم وايه الفرق ما بينهم؟ المتشابه بينهم الاثنين ضعاف، الاثنين سوفت جدا، فليش جدا، ايزلي بروكن جدا، عادي تقطعهم بسهوله، تمام. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق في السبب، الهيرباشيا سيستم ضعيفه جدا لان هي ما فيهاش زايلم كتير، وزي ما لسه قايله لك الزايلم ده لاجنيفايد وهو ده اللي بيدي سترينث للستم. طب انا اصلا الستم عندي فيه زايلم، اه ماشي اوكي اتفق، بس الزايلم قليل جدا، فبالتالي السترينث مش قويه، القوه بتاعت الستم مش قويه، تمام، فخلاص يبقى هيتكسر بسهوله. فالهيرباشيا السبب اللي مخليه بروكن ايزلي، ضعيف جدا وبيتكسر بسهوله، هو ان كميه الزايلم قليله. طيب الساكولنت بقى لا، مش ده السبب الرئيسي، امال ايه؟ من اسمها ساكولنت، ساكولنت درسناها في الفروتس اللي انت اكيد مش فاكرها، ان لم يكن اكيد ما ذكرتهاش اصلا. الساكولنت دي عباره عن ايه؟ يعني من اسمها عصاره، يعني النبات ده شارب عصاره، شارب ميه. طب هو شارب ميه ليه؟ علشان النبات ده مليان املاح، في كميه املاح كتيره جدا، فبيشرب الميه دي بالاوزموزس، تمام، ياخد الميه دي يشربها بالاوزموزس، فبيبقى فليش، بيبقى منفوخ كده، تحس ان هو بقى طري. عارف البقسماطه اللي لما بتيجي تبقى ناشفه كده وتيجي تحطها في شاي بلبن ولا في كوبايه شاي وتسقيها، مش تسقيها، تسقيها كده في الشاي، تيجي اول ما تشربها بتلاقيها اتقطعت خلاص، اتقسمت. ليه؟ هي شربت الميه فبقت هشه جدا، فاهم قصدي؟ فهو ده الفرق بين الهيرباشيز والساكولنت. الساكولنت زي الهايسايموس وزي الصبار، تمام، اللي هو الالوفيرا يعني. حلو، يبقى دلوقتي الهيرباشيز والساكولنت الاثنين مشتركين مع بعض في ايه؟ ان الاثنين بيتكسروا بسهوله، ايزلي بروكن، تمام. اما الفرق ان الهيرباشيز دي السبب بتاعها ايه؟ ان هي كميه الزايلم قليله. طب والساكولنت لا، بتشرب ميه كتير بسبب كميه الاملاح اللي موجوده فيها اللي بتتنقل عن طريق ايه؟ عن طريق الاوزموز. طيب زي ايه؟ زي الهايسايموس وزي الصبار. طب جميل جدا. النوع اللي بعده بقى العكس، ده بقى النوع ايه؟ القوي بقى، اللي هو ايه؟ اللي هو الوود ستيم، الخشب بقى، اللي هو زي الصوره اللي قدامك كده، الشجره، بص الشجر قوي ازاي، ويبقى فكر معايا كده، الشجر ده هيبقى انوال ولا باينيال ولا برينيال؟ اكيد برينيال، يعني المنظر ده اكيد برينيال، تمام. طيب هو ليه هارد؟ ادي اول صفه، هو هارد. ليه هارد؟ لان هو مليان زايلم، في كميه زايلم كتيره جدا، وهو كله لاجنيفايد، فده هيديني سترينث للستم. اتنين، كفرد باي كورك، الكورك ده طبقه زي القرنيه كده، طبقه بتحيط بالشجر، طبقه بتدي سترينث قويه جدا للشجر، فده بيخلي الستم بتاع الشجر قوي جدا. يبقى الوودي ستيم هارد، هارد ليه؟ بسبب كميه الزايلم الكتير اللي موجود فيها، وكمان يوجوالي كفرد باي كورك، بيتغطى حاجه اسمها كورك، الطبقه دي تقيله جدا او سميكه جدا وبتدي سترينث للستم. موجود فين الوود ستيم ده؟ موجود حاجه في التريز اللي هو الشجر العادي جدا، وحاجه اسمها الشربس، الشربس دي يا شباب اللي هي الشجيرات، الشجر الصغير يعني، فهو موجود فين؟ في التري والشرب، تمام كده. طيب تعالى كده نخش على بعدها بقى، اللي هي الصفرة تاكوز، او انا الكلمه دي
كرهتها بجد الصفر تكوز. والمفروض ان احنا نتعلم يا شباب ان احنا ننطق الاسامي دي، بلاش النطق العره اللي انا بنطق بيه ده، لان احنا في اورال. فتخيل كده انا داخله للدكتور بمنتهى الثقه بالنفس بقول الصفرة تاكوز، والله العظيم هيطردني. يعني حاجه يعني بلاش تسمع النطق بتاعي، حاول تجيبها من جوجل تمام. فاللي هو النبات ده يعني اللي هو الصفر تاكوز بقى، وانا ما اعرفش اسمه ايه، الستام ده يعني عباره عن ايه؟ ده عباره عن ميكس بين، ميكس بين مين؟ بين الهرباشز اللي احنا خدناها اللي هي دي الهرباشز دي كده، وبين الوودي. ايه ده بقى ازاي؟ بص يا معلم اهي، بص كده ركز معايا، ركز معايا ركز معايا. بص ده منظر ستيم، ركز كده معايا من تحت. بص الستيم من هنا، خلينا نركز على الفرع ده عشان يبقى الموضوع مبسط. بص من تحت كده اهو، شايف الجزء ده؟ الجزء ده انت شايف لونه ايه؟ لونه بني. بني ليه؟ لان ده خشب وودي، صح ولا مش صح؟ طب بص كده بقى الجزء اللي فوق، هقلل بس السمك شوية. بص كده الجزء اللي فوق لونه ايه؟ لونه اخضر. ليه؟ لان هو هيرباشيس، ضعيف ما فيهوش خشب كتير تمام. هو ده النوع اللي هو الصفر تيكوز ده، ولا الزفت التين ده، هو ده النوع ده. عبارة عن ايه؟ عبارة عن نصين، النص اللي تحت البيز وودي خشبي، والنص اللي فوق لا هيرباشيس، هيرباشيس اللي هو الطبيعي تمام كده. طيب سؤال، ليه؟ ليه هو عامل كده؟ الجزء اللي تحت اللي هو الوودي البيز ده يدي سترينث او يدي قوه، طيب الهيرباشيس ده ضعيف زي ما قلت لك ما فيهوش زايلم كتير وهكذا، فهو بيبقى ضعيف شويه. فانا حطيت الوودي ده خليته من تحت وودي عشان يدي شويه سترينث زي مين؟ زي الصايم. ودي وارد انها تتسال، نتسال فيها وارد يقول لك الصايم ده نوع ايه؟ وودي ولا هيرباشيس ولا ساكيولنت ولا ولا ولا، فانت هتقول له ليه 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 السفرتيكوزي ولا ما اعرفش اسمها ايه تمام. طيب يبقى احنا كده خلصنا اول ايه اربع انواع، نعيد عليهم بسرعه. عندنا هيرباشيس وساكيولنت زي بعض، ايزلي بروكن، تكسر بسهوله جدا. والفرق بس بينهم ان الهيرباشيس دي زايلم قليل، الساكيولنت لا بتشرب ميه اوزموزس بسبب الضغط الاوزموزي اللي عندها الكتير. طيب الاثنين اللي بعدهم اقوياء ولا ضعاف؟ لا اقوياء. عندنا الوودي ستيم، طيب هو خشبي ليه او قوي ليه؟ بسبب كميه الزايلم الكتيره اللي هي اللاجنيفايت اللي هتدي سترينث للستيم. والحاجه الثانيه كفرد باي كورك، الكورك ده بيدي سترينث قوي جدا. فين؟ في التري والشرب، والشرب قصدي الشربس تمام. وفي عندنا اللي هي الصفر تيكوز اللي تحت دي، دي عباره عن ايه؟ عباره عن نصين، النص اللي تحت وودي بيز بالخشب من تحت، والنص اللي فوق هيرباشيس زي ايه؟ زي الصايم. طيب تعالى بقى كده نخش على هذه الانواع الجديده ان احنا اول مره نشوفها، حاجه اسمها كريبنج ستيم. تعالى بقى كده نركز مع بعض في الجزء ده. بص يا صديق الصدوق، يا صديق الصدوق بص كده، عندنا ده الشكل الطبيعي بتاع اي ستيم، هو ده ده الشكل الطبيعي يعني اهو، ده الشكل الطبيعي بتاع اي ستيم. ادي المين ستيم او الستيم الرئيسي، وادي النودز الدوائر السوداء دي، والنودز دي بيطلع منها شوت ايه؟ شوت جديد، او بيطلع منها ستيم جديد اللي هو اللاترال ستيم تمام كده. اللي بيحصل بقى في الكريبنج ستيم دي بقى ايه؟ قال لك لا ده بينام تاني، بينام. مين ده اللي بينام؟ المين ستيم، المين ستيم فقط، المين ستيم هو اللي بينام. يعني بدل ما هو كان واقف كده وبيطلع منه اللاترال ستيم بالمنظر ده، لا ده هو هينام على الارض بالمنظر ده، واللاترال ستيم هي اللي هتبقى اريكت. اريكت يعني يعني واقفه كده او منتصبه كده بالمنظر ده، هو ده المنظر بتاعها. يبقى الكريبنج ده عباره عن ايه؟ قال لك المين ستيم الستيم الرئيسي بتاعي بيبقى نايم على الارض. طب هو نايم ليه؟ قال لك بيبقى ضعيف او ما عندوش القوه اللي تخليه يقف يعني ما تخلوش اركت بالمنظر ده، ما عندوش القوه دي، فبينام، بينام على الارض. بينام بقى، والنودز اللي موجوده دي هي دي اللي بتقف بالمنظر ده، بتطلع لي ستيم لاترال او لاترال ستيم، او بتطلع لي سكندري ستيم، اللفظين صح، تطلعهم لي ايه؟ اركت بالمنظر ده، هو ده الكريبنج ستيم تمام. يبقى الكريبنج ستيم ده عباره عن ايه؟ قال لك المين اكسس اهي، المين اكسس لايز الونج ذا جراوند، بيبقى مفروض على الارض تمام كده. طيب اما الباقي، الباقي اللي هي السكندري ستيم او كده، لا قال لك دي بتبقى واقفه اهي بالمنظر ده اركت كده. حلو، ده كده بالنسبه للايه؟ بالنسبه للكريبنج ستيم. طب تعالى كده نخش على اللي بعدها اللي هي مين؟ الرانر. الرانر دي بقى عباره عن ايه؟ بص بقى، دي الرانر، الستيم
الطبيعي اهو ده المين ستيم، وطالع منه الستيم اللي هي السكندري العادي جدا. امال هنا ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان الستيم المين ستيم واقف طبيعي جدا، مفيش اي مشكله، من ستيم اهو عادي جدا، السكندري ستيم عاديه جدا جدا، مفيش اي مشكله. امال الفكره في ايه؟ قال لك الستيم النود الاخيره او الستيم الاخير اللي بيبقى قريب من الجراوند بيحصل له الانحناء ده، بينحني بالمنظر ده كده، والمكان اللي هيلتقي بيه بالروت مره كمان بيطلع لي فيه بلانت تاني. نعيد تاني من الاول، نعيد تاني. انا في الرانينج دي اللي بيحصل المين ستيم واقف طبيعي جدا مفيش اي مشكله، السكندري ستيم واقف طبيعي جدا، بس في واحد سكندري ستيم اللي هو بيبقى قريب من الجراوند، قريب من الارض، بينحني الانحناء ده. طيب سؤال، هو نزل تحت الارض؟ منزلش تحت الارض، بس هو عمل الايه؟ عمل النطه دي، عمل النطه دي كده، ولما لمس الارض مره كمان طلع مكانها ايه؟ طلع مكانها ستيم جديد. تمام، يبقى تعالى نقرا اللي مكتوب. اتس ا بروستد برانش. بروستد برانش يعني البرانش القريب من الارض، تمام كده، اتس بروستد برانش بات نوت ا مين اكسس، مش المين اكسس. احنا قلنا المين ستيم او المين اكسس ثابت زي ما هو واقف، لكن البروستد برانش او البرانش اللي تحت، الستيم اللي تحت اللي قريب من الارض، هو ده اللي عمل الانحناء ده. فبيقول لك الرايز ان ذا اكزيال اوف ذا ليف ات ذا بيز of the flowering stem at the ground level، يعني الاكسس اللي موجود في الجراوند ليفل اللي هو في اخر مستوى، هو ده اللي بيعمل الانحناء ده. تمام كده، ولما يجي يعمل الانحناء ده بالمنظر ده، المكان الالتقاء بالارض مره كمان، يروح مطلع لي منها ايه؟ يطلع لي منها نيو شوت، يطلع لي منها ستيم جديده، يطلع لي منها نيو شوت. تمام كده، ويفضل بقى يكمل نفس اللفه، تحس ان هو سوبر ماريو، عارف لو بينط كده. يبقى نعيد تاني الاتنين دول. الكريبنج عبارة عن ايه؟ قالك الكريبنج ده المين ستيم نايم، lies along the ground، نايم على الارض. ليه؟ ضعيف، ما يقدرش ان هو يقف. بعد كده النودز بقى بتاعته هي دي اللي هتطلع لي السكندري ستيم، بس هتطلعه لي المرة دي اركت زي ما وريتك في الصورة. طيب الرانر المين ستيم زي الفل، محدش جه جنبه، واقف طبيعي جدا ولا اي بتنجان، ولكن في نوع من الستيم السكندري او السكندري ستيم، انهي واحد؟ البروستد برانش اللي قريب من الارض، اللي قريب من الجراوند، هو ده اللي هيعمل لي النطه دي. حلو كده. طيب هينزل تحت الارض وهو بينط، دي اهم حته، هينزل تحت الارض؟ مش هينزل تحت الارض، هو هيفضل برضو على اهو، حتى قالها لك at the ground level، at the ground level يعني مش هينزل تحت الارض، هو هيفضل واقف عند الارض نفسها. تمام كده. طيب بعد كده المكان اللي هيلمس فيه الروت دي هيطلع منها ايه؟ يطلع منها نيو شوت تاني. تمام كده. طيب ده كده بالنسبه للرانر. طيب تعالى كده نخش على اللي بعده اللي هو السكر. السكر بقى نفس الرانر تقريبا، بس الفرق ان هو هينزل لتحت اندر ذا جراوند، بس هو ده الفرق ما بينهم. الرانر هو السكر المين ستيم زي الفل مفيهوش اي مشكله، السكندري ستيم العادي طبيعي جدا، بس في واحد سكندري ستيم اللي هو البروستيت اللي هو القريب من الارض، اللي بيحصل له في الرانر ان هو بينط كده ات ذا جراوند ليفل، ما بينزلش تحت الارض، لا هو بيبقى عند الجراوند ليفل، عند مستوى الارض، المستوى كده ما بينزلش تحت، والمكان ده مكان الالتقاء هنا كده، بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي نيو شوت بالمنظر ده كده. طب هنا بقى في السكر، السكر نفس الفكره، المين ستيم طبيعي جدا، السكندري ستيم طبيعي جدا، ولكن في نوع من السكندري ستيم انهي؟ البروستيت اللي قريب من الارض. المره دي بقى مش هيبقى ات ذا جراوند ليفل، اندر جراوند ليفل، بينزل تحت الارض ويطلع، ومكان الالتقاء تاني بالجراوند يروح برضو يطلع لي نيو شوت. تمام كده. يبقى السكر عباره عن ايه؟ هو الرانر نفس الفكره، ولكن بلو ذا جراوند ليفل. ممكن يجي لك سؤال عليها ترو فولس او ام سي كيو او اي حاجه، بس غالبا ترو فولس، يقول لك مثلا السكر دي يبقى ات جراوند ليفل. غلط، هي مش جراوند ليفل، هي اندر جراوند ليفل او بيلو جراوند ليفل، بينزل لتحت، انما الرانر هو اللي بيلمس الجراوند ليفل او بيبقى عند الجراوند ليفل. تمام كده شباب. طيب تعالى كده نخش برضو على اخر نوعين، اللي هو الكلايمنج ستيم والتويننج ستيم. تمام، بس نجيب لهم كده ايه كام صوره اهو. تعالى كده نبص يا معلم. بص الكلايمنج ده عباره عن ايه؟ كبر كده ونركز مع بعض. دي احنا درسناها قبل كده في ثانوي، ولكن انا هحاول اشرحها يعني ايه شويه، بحكم ان انت ممكن تكون ناسيها. في نباتات بتبقى ضعيفه جدا
ضعيفه جدا جدا لدرجه انها هتموت بالضعف، هتموت بجد حرفيا مش بأوفر، هتموت. طب انا اعمل ايه يعني؟ النبات هيموت، اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ قال لك انا هخليه يمسك في دعامه، هخليه يمسك في خشبه، وهوريك صور دلوقتي متقلقش، هخليه يمسك في خشبه. يبقى انا النبات وهو بيطلع، الستم وهو بيطلع، من كتر ما الستم ضعيف هخليه يمسك في حته خشبه ويلف حواليها. تمام. طيب الكلايمنج اللي هو اول نوع من المحلاق ده، الكلايمنج ده بيعمل ايه بقى؟ مش احنا قلنا البط بتطلع لي ليفز وبتطلع لي فلاورز، وقلت لك ازاي بتطلع لي ليفز وفلاورز؟ قلت لك هي عباره عن undifferentiated cells، قلت لك الكلمه دي في الاول، قلت لك undifferentiated cells بتطلع لي ليفز وبتطلع لي فلاورز. قلت لك يعني ايه undifferentiated؟ يعني ممكن تطلع لي كذا حاجه. ال undifferentiated cells دي اللي هي البط دي هتطلع لي حاجه اسمها تندرل. ايه التندرل ده؟ حاجه عامله زي زي الستم مثلا، زي سكندري ستم، حاجه عامله زي السكندري ستم بس عامله زي السوسته كده، او عارف انت ملولوه كده بالمنظر ده، واخده شكل الشعر الكيرلي كده. طب هي التندرل دي يعني وظيفتها ايه؟ هي دي اللي هتمسك في الخشبه. يبقى نعيد تاني، الكلايمنج ده عباره عن ايه؟ عباره عن ستم ضعيف جدا لدرجه انه لو قعد لوحده هيموت. طب احنا عايزين نلحق الراجل يا مصيبتي، نروح على طول نلففه على خشبه. طب هلففه على خشبه ازاي؟ قال لك طب ما انا عندي البض، البض دي هخليها تصنع لي زي خلايا او تصنع لي ستم، بس الستم ده هخليه واخد شكل الكيرلي ده اللي هو شكل التندرل. التندرل دي هخليها تلف على الخشب بالمنظر ده، وبالتالي تكتسب الدعامه بتاعتها، لان اصلا يعني النبات لما بيمسك في الخشبه بيطلع مجموعه كيميكلز، الكيميكلز دي بتدي دعامه، غير كمان الدعامه اللي هو بيكتسبها من ان هو مسك في الخشب اصلا. ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للكلايمنج. طيب امال التويننج بقى؟ نفس الفكره بالظبط، ستم ضعيف جدا جدا لو ما مسكش في خشبه هيموت، فلازم امسكه في خشبه. لكن الفرق بقى ان التويننج ما فيهوش تندرن، لا ده انا بلفه ذات نفسه على الخشبه، حتى من اسمه تويننج، تويننج يعني بيلتوي، بيلوي نفسه على الخشب. يبقى ايه الفرق ما بينهم؟ ايه الفرق بين الكلايمنج والتويننج؟ الاتنين ضعاف جدا، ضعاف لدرجه ما يستحملوش يعيشوا من غير دعامه. طيب ادعمهم ازاي؟ هجيب له يعني هيبقى فيه خشبه وهيلف حواليها. الكلايمنج ستم هيلف حوالين الخشب عن طريق حاجه اسمها التندرل. التندرل دي عباره عن ايه؟ عباره عن زي سكندري ستم كده، او زي حاجه طالعه كده من البض، تمام، واخده شكل الكيرلي، هي دي اللي هتلف حوالين الايه؟ حوالين المحلق او حوالين الدعامه. اما باقي النبات هيبقى واقف طبيعي جدا. اما التويننج لا، ما فيهوش تندرل خالص. امال هو هيعمل ايه؟ ده هو بنفس ذات نفسه هيلف حوالين الايه؟ حوالين الدعامه. نشوف لها كده كذا صوره. بص ده الكلايمنج، ده الكلايمنج اهو بالمنظر ده. بص ادي التندرل، شايف التندرل اهي طالعه منين؟ اهو بص بص طالع منين؟ طالع من البض اهي، طالع من مكان البض، عشان هي undifferentiated تطلع اي حاجه، طلعت لي الليف وطلعت لي حاجه يعني ممكن نقول secondary stem، بس هي ايه زي ما اتفقنا هي ايه؟ هي تندرل، اسمها تندرل، حتى هو كتبها stem tendril، فهي زي secondary stem بس واخد شكل الايه؟ اللولوه دي او الكيرلي ده، سميناها تندرل. وظيفتها ايه؟ هتلف حوالين الدعام. بص كده على النبات، هل النبات نفسه لف؟ النبات نفسه لف؟ ما لفش. مين اللي لف؟ التندرل، هي دي اللي لفت بالمنظر ده، لكن هو نفسه اهو واقف زي الفل، مفيش اي مشكله خالص. لكن تعالى كده نشوف التويننج. بص بقى التويننج مفيش تندرل، ده هو نفسه ملفوف حوالين الخشبه اهو بالمنظر ده. بص ملفوف، نفسه ملفوف حوالين الخشبه. بص كده الصوره كمان اهي، الصوره دي هتوضح لك قوي. شايف واقف على دعامه وملفوف، هو نفسه بيلتوي بنفس ذات نفسه، بيلتوي على الايه؟ على الخشبه. تمام كده يا شباب. يبقى ايه الفرق بينهم؟ الكلايمنج عنده تندرل، التويننج ما عندوش تندرل. بالمناسبه انا كنت عايزه اوريكم صوره اللي هو اللي كان نايم ده، اللي كان نايم ده كان اسمه ايه؟ كريبنج، كان ليه صوره كده اهي، ده الكريبنج اهو بالمره، يعني بما اني افتكرت. ادي المين ستيم نايم اهو بالمنظر ده، ده المين ستيم، وطالع منه اهو السكندري ستيم، طالع منه اريكت اهو بالمنظر ده، وده هنا نايم اهو، ده المين ستيم، ده الكريبنج. تمام كده يا شباب. كده احنا خلصنا الكايند اوف ستيم. تمام كده. طيب يا شباب نكمل. احنا اخر حاجه وقفنا عندها اللي هي الكايندز اوف ستيم.
هنخش بقى على التايب اوف برانشنج. هي دي خدناها قبل كده فهنعيد عليها بسرعة خالص. احنا قلنا ان احنا عندنا البود، تمام؟ قلنا البود دي كانت وظيفتها ايه، كانت بتعمل ايه، كانت هي دي اللي بتطلع لي الليفز او بتطلع لي فلاورز او ممكن تطلع لي شوت اوف ستيم جديد، صح ولا مش صح؟ اللي هو السكندري ستيم، تمام. طب احنا عندنا كام نوع من البود؟ عندنا نوعين. في نوع اسمه ابيكال، ابيكال يعني على الرأس، على الرأس من فوق كده، او تيرمينال. تيرمينال يعني ايه؟ يعني في النهاية، اللي هو نهاية الستيم، تمام. ده نوع كده اسمه تيرمينال بود او ابيكال. ده اللي بيبقى فين؟ اللي بيبقى موجود فوق. طيب ده لما بيتحفز، البود ده لما يتحفز يبقى هينمو ازاي؟ وهيطلع لي مثلا شوت اوف ستيم جديد، هينمو فين؟ هيطلع لفوق، صح ولا مش صح؟ طيب ادي اول نوع. والنوع التاني اسمه اكزيلري بود. اكزيلري بود ده اللي هو بيبقى في المحور هنا كده على الجناب، او لاترال. لاترال يعني جنب، بيكون كده موجود هنا كده على الجناب. ده لما هي 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 هيتحفز هينمو في انهي الاتجاه؟ الفروع اللي هو يمين وشمال. طيب لو الابيكال بورد اللي هو الابيكال بود ده نما بشكل اسرع من اللاترال، لو البود اللي هو الابيكال بدأ ينمو او يتحفز بشكل اقوى من اللي موجود في الاكزيلري او اللاترال، يبقى هينمو ازاي؟ هينمو لفوق اكتر، صح ولا مش صح؟ هيطلع لفوق اكتر من الفروع، لان الابيكال بارت هو الابيكال بود ده هو ده اللي اتحفز اكتر، فهيطلع لفوق اكتر من الفروع. ده بنسميه مونوبويدال. مونوبويدال ده او بنسميه راسيموز. يبقى ايه الراسيموز او المونوبويدال ده؟ ده indefinite branching. ده عباره عن ايه؟ ان انا عندي النبات او الستم ده بينمو لفوق، بيفضل يطول يطول لفوق، continuous growing، اهو زي main axis continuous growing. طيب البرانشنز واقفه؟ لا مش واقفه، بتنمو عادي بس بشكل بطيء جدا، يعني اللينث بتاعها اقل بكتير من الايه، من اللينث بتاع المين ستيم. زي مثلا في الصوره اللي في الجنب، لو جيت بصيت على المين ستيم هتلاقيه طويل جدا، والبرانشز بص صغيره ازاي. ده بنسميه الراسيموز. طب السيمبويدال، السيمبويدال الابيكال بود وقف، مش هينمو تاني خالص. ليه؟ ممكن يكون باظ ديسترويد، او ممكن يكون اتحول لفلاور، طلع لي فلاور هنا وخلاص. طيب يبقى مين بس اللي هينمو؟ اللاترال، اللاترال بود هو ده اللي هينمو، فهو ده اللي هيروح مطلع لي الايه، السكندري ستيم، او هو ده اللي هيطلع لي الايه، البرانشز الثانيه. يبقى ايه الفرق بين المونوبويدال والسيمبويدال؟ المونوبويدال اللي بيحصل فيها ان الابيكال بود بينمو اسرع من الاكزيلري بود او اللاترال بود، فده بيخليه ينمو لفوق اكتر. طيب السيمبويدال لا، ده الابيكال بود، الابيكال بود وقف اصلا، وقف خلاص، ستوب، وقف. ممكن يكون سبب ان هو حصل له ديستروي، اتكسر، او ممكن يكون ان هو طلع مكانه فلاور. طيب والباقي بقى اللي هو الاكزيلري بود عادي بينمو طبيعي جدا، مفيش اي مشكله خالص، وبالتالي هيطلع لي فروع. في نوع بقى من السيمبويدال ده، او انه ايه اللي بيحصل، مش بس سيمبويدال، ممكن حتى المونوبويدال، ان كل ما بيطلع شوت اوف ستيم بيطلع على شكل دبل، بيطلع اتنين. يعني زي ما انت شايف في الصوره هنا، ادي اتنين ستيم اهو، ادي اول ستيم وادي تاني ستيم. لو جينا نبص الستيم التاني راح مطلع لي اتنين كمان، وادي ده راح مطلع لي اتنين كمان، وده راح مطلع لي اتنين كمان، وده هيطلع اتنين واتنين، وده اتنين واتنين، بيطلع بشكل ثنائي. ده بنسميه دايكوتومس. دايكوتومس او ابيكال، يعني الاتنين دول معناهم ايه؟ معناه ان البرانشنج بيحصل ثنائي، كل لما يجي ستيم يطلع لي ستيم جديد بيطلع لي تو ستيم، او بيطلع لي على شكل دبل. ده موجود فين؟ موجود في حاجه اسمها السلوفايتا. السلوفايتا ده هو يعني عارفين البلانس في اللي هي التطور بتاع النباتات، ده اقل حاجه في النبات، يعني ده اقل حاجه في النبات، ده بعد الفطريات والنباتات، يعني ما بينهم اقل نوع من انواع النباتات اللي موجوده هو السلوفايت ده، تمام كده يا شباب. طيب بالنسبه بقى للميكروسكوبيكال فيزرز، دي هتتاخد في العملي، فاحنا مش هنتكلم عنها، هنتكلم بقى على المهمه جدا اللي هي الميكروسكوبيكال بقى تحت الميكروسكوب. ودي بقى عايزه مش تركيز، يا نهار اسود، دي عايزه يعني احمد زويل يبقى قاعد قدامي. وبص يا ابن الحلال، انا طلع عين اهلي في الجزء ده، فانت تركز معايا يا اما هادي عليك ان انت يعني يجيلك تسلخات في قفاك، علشان حرام ان انا يطلع عين اهلي وانت لا، لا يطلع عين اهلينا احنا الاثنين، مفهوم؟ فتركز معايا بقى الله يسترك. بص الميكروسكوبيكال فيزر، لو انا جبت ستيم دلوقتي، جبت حته ستيم جميله كده حطيتها تحت الميكروسكوب، تمام، هجيبها ازاي؟ هقطعها زي اللانشون، يعني هتجيب حته ستيم كده تاخد منها ترانسفيرس سكشن، يعني تقطعها زي اللانشون بالظبط، تمام، وتاخد حته منها اللي هو ترانسفيرس سكشن وتحط على السلايد وتحطه تحت الميكروسكوب. هتشوف ازاي؟ قال لك على حسب نوع الستيم. لو الستيم ده كان دايكوت، دايكوت ستيم، هلاقي ان الفاسكولار باندل معمول على شكل رينج بالمنظر ده. بص
دي الفاسكولار باندل اهي ملفوفة كده على شكل ايه؟ على شكل رينج، بشكل ريجولر، تمام؟ يعني بشكل منتظم. طيب لو مونو، لا هلاقيها هاب هازارد كده او سكاترد متبعصره، ايه الريجولر؟ ده الشكل من بره، يعني ده الشكل كده من بره تبقى عارفه. يعني انا دلوقتي انا لسه ما فحصتش اي حاجه، لسه ما اعرفش ولا حاجه، ما اعرفش اصلا يعني ايه فاسكولار باندل، انا لسه غلبانه خالص. بس انا دلوقتي حطيت السلايد تحت الميكروسكوب وظهر لي الصوره دي، يبقى ده كده معناه ان انا اللي معايا ده مونوكوت ولا دايكوت؟ مونوكوت. طب لقيتها؟ لا لقيت الدنيا، بص يعني نظافه اخر حاجه، يعني الفاسكولار باند ملفوفه على شكل رينج والدنيا بص لطيفه جدا، يبقى ده ايه؟ ده دايكوت، تمام كده. طيب دي بس اول ايه، اول نقطه. تعالي كده نشوف بقى المكونات بقى بتاعت الستم، نمسك طبقه طبقه في الستم ونتكلم عنها. اول حاجه الستم ده عباره عن ايه؟ عباره عن سيلز. طب طالما هو عباره عن سيلز، مش المفروض ان اي حاجه في الدنيا بيبقى ليها جلد؟ الانسان، جسم الانسان مش ده ليه جلد؟ صح ولا مش صح؟ نفس الفكره، الستم ليه جلد. الجلد ده اسمه ايه؟ اسمه ابيدرمس. الابيدرمس ده هو الايه؟ هو طبقه الجلد بتاعه الانسان. طيب بعد الجلد بقى في عندنا طبقه تانية اسمها كورتكس. طيب وبعد الكورتكس في عندنا الستيل. ايه الستيل ده؟ ده اي حاجه تحت الكورتكس. طيب الحته دي انا هعيدها بتاع حوالي 10 مرات، وكل مره هنزود كلمه زياده. تعالى ادي مثلا الابيدرمس اللي هي الجزء اللي بالاخضر ده، ادي الصوره ايه، ده الابيدرمس الجزء اللي بالاخضر ده، تمام. بعد الابيدرمس اهي هنا برضو واضحه اهو، ادي الابيدرمس الطبقه الخضراء الصغننه دي، تمام كده. بعد كده كل ده كورتكس اللي هو الكولينكايما والبرينكايما والاندوديرمس، كل ده عباره عن كورتكس، تمام كده. وبعد كده ده كل ده كده ستيل، هتلاقي برضو معموله هنا تقريبا اهي، ادي الطبقة الخارجية دي كده اللي بره ابيدرم، بعدها طبقة تانية اسمها كورتكس، بعدها الطبقة اللي اسمها ايه؟ الستيل، تمام كده. طيب نبتدي كده بالابيدرمس ونفهمها حتة حتة، انا السلايدز هشرحها بشكل مختلف، تمام. فنبتدي بالابيدرمس كده نفهمها طبقة طبقة وبعدها نتكلم. اول حاجة الجلد، هو الجلد ده عبارة عن ايه او وظيفته ايه؟ بروتكشن، صح ولا مش صح؟ بيعمل ايه؟ يعمل لي بروتكشن، يحميلي. طيب الابيدرمس نفس الفكره، بتعمل لي بروتكشن للنبات. طيب هتعمل لي بروتكشن للنبات ازاي؟ عن طريق كذا حاجه. رقم واحد، الابيدرمس دي هيكون عليها طبقه اسمها كيوتيكل، الطبقه دي واكسي او طبقه شمعيه. طب طبقه الكيوتيكل دي بتعمل لي ايه؟ هتحميلي كميه الميه اللي موجوده. ازاي؟ الكيوتيكل ده عازل للمية، ما بيحبش ينقل المية، ما بيعرفش ينقلها، فبالتالي هيحافظ عليها جوه النبات، هيمنع انها تتبخر لان هي المية مش هتعرف تتسرب منه، فهيمنع انها تتبخر، تمام. فبالتالي هيحمي النبات من الجفاف كده، عمل له اول نوع من البروتكشن. يبقى اول اهمية للابيدرمس هي ايه؟ هي انها بتعمل بروتكشن. ازاي؟ عن طريق الكيوتيكل، دي اول حاجة ان هي تحميه من الجفاف، ادي حاجة. الحاجة التانية تحميه من درجة الحرارة. ازاي؟ لما درجة الحرارة بتعلى النبات بيسخن. طيب النبات بيسخن، انا دلوقتي عايزة اطرد الحرارة دي، اطردها عن طريق العرق. طب ما انا في النبات ما عنديش غدد عرقية، صح اتفق معاك، بس انا عندي استوماتا. الاستوماتا دي هي دي الغدد العرقية بتاعت الابيدرمس، او هي دي الغدد العرقية بتاعت النبات، بتفتح وتروح تطلع لي المية، تتبخر كده على شكل بخار عشان اخفف درجة الحرارة. طب الاستوماتا دي موجودة فين؟ موجودة في الابيدرمس. يبقى نعيد تاني، الابيدرمس دي اول حاجه اصلا هي عباره عن ايه؟ عباره عن صف كده، one row of cells، عباره عن صف واحد من السيلز. السيلز دي برانشيميه، خلايا برانشيميه. طيب وظيفتها ايه؟ تعمل بروتكشن. ازاي؟ اولا متغطيه بطبقه من كيوتيكل هتحميني من الجفاف، اتنين فيها استوماتا تحميلي درجه الحراره العاليه، ثلاثة فيها هيرز، هيرز او ترايكومز، اللفظين صح. طب الهيرز او الترايكومز دي فايدتها ايه في حته البروتكشن؟ برضو بتحميلي كميه الميه اللي موجوده، تمام. وفي نفس الوقت لما يجي مثلا حد عايز ياكل خروف مثلا، هياكل النبات ده، بينفر من النباتات اللي بيبقى فيها شعر كتير، فبالتالي هبقى استخدمته برضو في الحمايه. يبقى لحد دلوقتي الابيدرمس بتعمل بروتكشن ازاي؟ عن طريق ثلاث حاجات، كيوتيكل تحميه من الجفاف، استوماتا تحميه من درجه الحراره العاليه، والهيرز برضو تحميه من فقدان الميه. حلو. طب هي اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن one row of cells، السيلز دي بتختلف في السايز والشيب بتاعها، تمام كده، وهي عباره عن خلايا ايه؟ خلايا برانشيميه. طيب لو جيت مسكت انا طبقه الابيدرم دي وجيت اخدت منها قطاع عرضي،
ترانزفيرس سيكشن، قطاع عرضي، هلاقي شكلها يعني هلاقي شكلها كده عرضي زيها، يعني هلاقيها واخد الشكل بالعرض كده زيها بالظبط. اما لو اخدت قطاع بالطول الونجيشن كده، او اللي هي بنسميها اللونجيتيوال سيكشن، لو جيت اخدت قطاع بالطول هلاقي شكلها عامل ازاي، بقى طويل زيها بالظبط. فهو هنا بيقول لك في النقطه الثانيه، بيقول لك ان انا لو جيت اخدت قطاع طولي لونجيتيوال سيكشن هلاقيها تنجنتال الوجيشن، يعني هلاقي شكلها طويل، تمام؟ لكن لو جيت اخدت ترانزفيرس سيكشن، فالترانزفيرس سيكشن دي هلاقي شكلها معمول بالعرض بالمنظر ده، مترتبه بالعرض كده. كده احنا خلصنا اول طبقه اللي هي طبقه الابيديرم. طب تعالى كده نشوف حاجه. بص ادي الصوره كده، اهي طبقه الابيديرم اللي هي الطبقه اللي باللون الازرق، اللي هي الخلايا اللي باللون الازرق دي، هي عباره عن ايه؟ عباره عن one row of cells، عباره عن خط واحد بس من السيلز او صف واحد بس من السيلز بالمنظر ده، متغطي فوق بالطبقه الحمراء دي اللي هي طبقه الايه؟ الكيوتيكل. ليه؟ علشان تحمي النبات من الجفاف. حلو. تاني حاجه متغطيه بهيرز، عليها هيرز من فوق. ليه؟ عشان تمنع فقدان الميه برضو الكتير اللي هو ملهوش اي لازمه. طيب ثلاثة، عندي الاستوماتا. الاستوماتا دي وظيفتها ايه؟ ان هي تخفف لي درجة الحرارة بتاعت النبات عن طريق انها تطلع لي المية في صورة نتح كده، المية الزيادة اللي انا عايزة اتخلص من درجة حرارة. كده انا خلصت اول طبقة اللي هي طبقة الابيدرمس اللي هي دي. تعالى بقى نخش على طبقة الكورتكس، وركز معايا كويس قوي في طبقة الكورتكس دي عشان ما تتلخبطش. الكورتكس ده عبارة عن ثلاث طبقات. يبتين الابيدرمس خلصت، دي خلاص شيلها بقى من دماغك، خلاص خلصت، توكلي على الله كده وانصرفي، واتكلمنا عنها وخلصناها وشرحناها وتمام. خش لي بقى على الكورتكس. الكورتكس عبارة عن ثلاث طبقات بالمنظر ده. اول طبقة اسمها هايبوديرم، اسمها ايه؟ هايبوديرم، دي اول طبقة. تاني طبقة اسمها بارينكايما سيلز، يبقى بالمنطق هتبقى عبارة عن خلايا ايه؟ بارنشيميه، مش محتاجه فقاقة، هي اسمها بارينكايما سيلز، او ليها اسم تاني اسمه جنرال كورتكس، الاثنين صح. يبقى اول طبقة هايبوديرم، تاني طبقة بارينكايما سيلز، تالت طبقة اسمها اندوديرم، وهي دي اخر طبقة من الكورتكس. تاني، اول طبقة من الكورتكس اسمها هايبوديرم، اللي في النص بارينكايما سيلز، الاخيرة اندوديرم. طيب تعال نمسك واحدة واحدة. الهايبوديرم دي عبارة عن خلايا عاملة ازاي؟ قال لك الاغلب عبارة عن كولينكايما سيلز، خلايا كولانشيمية. طب معلش سؤال، هو اصلا يعني ايه خلايا كولانشيميه او كولينكايما سيلز؟ يعني ايه برينكايما سيلز خلايا برانشيميه؟ ايه الفرق ما بينهم؟ بص يا معلم، الكولينكايما سيلز خليه حيه، بس الفكره بتاعتها انها متغلصه بسليلوز، حواليها سليلوز كتير جدا بيخلي الجدار بتاعها سميك جدا، فيري فيري سيك. ليه فيري فيري سيك؟ بسبب كميه السليلوز اللي موجوده، وده بيدي سبورت قوي جدا، بيخلي النبات واخد شكل كويس جدا ومدياله السبورت بتاعه. يبقى انا كده فهمت ان الطبقه بتاعت الهايبوديرم دي وظيفتها ايه؟ سبورت. ليه؟ عشان مليانه كولينكايما سيلز. طب الكولينكايما سيلز دي متغلظه بالايه؟ بالسليلوز. طيب السليلوز ده هشوفه ازاي تحت الميكروسكوب؟ لو جيت وطيت الاضاءه هلاقيه بيلمع، السليلوز بيلمع تحت الميكروسكوب، فلما تيجي تحط السلايد وتيجي توطي الاضاءه هتلاقيه بيلمع قدامك. يبقى دي اول طبقه من طبقه الهايبوديرم، عباره عن ايه؟ عباره عن في الاغلب كولينكايما سيلز، في الاغلب كولينكايما سيلز متغلظه بالايه؟ بالسليلوز، سيك سليلوز، يعني سيك سليلوز يعني سليلوز بطبقه سميكه جدا. طب طالما هي متغلظه بطبقه سميكه جدا، هل هيبقى في انتر سبيسز، انتر سيلولار سبيسز، في مسافات بينيه؟ لا، مفيش اي مسافات بينيه. ليه؟ ما هو اصل المسافات البينيه مدلوق فيها السليلوز، السليلوز متغطي بيها، فهو انت ما عندكش اي مسافات بينيه موجوده، لان الجدار بتاعها سميك جدا من كتر السليلوز، تمام كده؟ يبقى تاني الهايبوديرمي دي عباره عن ايه؟ كولينكايما سيلز. حلو، يبقى وظيفتها ايه؟ سبورت. في انتر سيلولار سبيسز؟ لا، مفيش انتر سيلولار سبيسز. هشوف السليلوز ازاي؟ هوطي الاضاءه تحت الميكروسكوب. حلو. طيب بس انا ساعات كده بلاقي حاجه برضو، بلاقي ايه؟ ممكن الاقي حاجه اسمها باليسيت سيلز. ايه الباليسيت سيلز دي؟ دي الخلايا العمديه. طيب الخلايا العمديه دي كانت بتعمل ايه؟ كان فيها الكلوروفيل اللي بيعمل لي الفوتوسينثيز. طيب ماشي انا فاهم، بس هو ايه اللي جابها في الستم؟ الباليسيت سيلز دي او الفوتوسينثيز ده بيحصل فين؟ بيحصل في الليفز. ساعات بيبقى في نباتات الليفز بتاعتها صغير او قليله جدا، فبالتالي الفوتوسينثيز هيبقى قليل خالص. طب اعمل ايه؟ هجيب الباليسيت سيلز دي احطها في طبقه الهايبوديرم هنا كده، فبالتالي اقدر اعمل شويه فايتوسنسز او فوتوسنسز قصدي في الستم، فاعوض النقص اللي موجود في الفوتوسنسز اللي موجود في الليفز، ان ورق الليفز قليل،
تمام كده. يبقى تاني، الهايبوديرم عبارة عن ايه؟ في الاغلب كولينكايما سيلز. يعني ايه كولينكايما سيلز؟ هي عبارة عن ليفنج سيلز عادية جدا، سك سليلوز متغلصة بالسليلوز وتقيلة، اشوفها تحت الميكروسكوب عن طريق ان انا اوطي الاضاءة هلاقي السليلوز بيلمع، مفيش انتر سيلولار سبيسز. ساعات ممكن الاقي باليسيد سيلز، في انهي حاله؟ لما يكون الليفز عندي قليله عشان اقدر اعوضها اعوضها باللي هي الفوتوسنسز، تمام كده. دي اول طبقه اللي هي طبقه الهايبوديرم. طيب تاني طبقه في الكورتكس اسمها بارينكايما سيلز. طيب من اسمها يبقى هي عباره عن ايه؟ عباره عن خلايا بارنشيميه او بارينكايما سيلز. طيب احنا فهمنا السكرينكايما، اللي احنا فهمنا الكولينكايما، فهمناها خلاص الكولينكايما. ايه بقى البارينكايما؟ هي ليفنج سيلز برضو، خلايا حية عادية جدا، ولكن الفكرة ان هي مش متغلصة بالسليلوز، اغلبها مش متغلص، وممكن تتغلص بس في حالة لما تتغلص بالسليلوز بيبقى فيري سن، رقيق جدا، رقيق جدا جدا. فدي اقدر اميزها برضو تحت الميكروسكوب، ان انا لو عندي كولينكايما وبارينكايما هلاقي الكولينكايما بتلمع اكتر من البارينكايما، لان البارينكايما اصلا مش بتتغلص بالسليلوز، وحتى لو اتغلظت بتبقى فيري فيري سن، رفيعه جدا. طيب طالما رفيعه جدا يبقى في انتر سيلولار سبيس. يا عم انت مش شايف؟ شايف شكلها عامل ازاي؟ مليانه، في مسافات كبيره جدا، صح ولا مش صح؟ طيب حجم البرينكايما سيلز بيبقى اكبر من الكولينكايما، فدي برضو اقدر اميزها تحت الميكروسكوب، ان انا هلاقي البرينكايما ما شاء الله ايه، كبيره ومدوره، تمام. طيب وظيفتها ايه البرينكايما دي؟ ستورج، ستورج للفود او للنيوترون. طب الكولينكايما؟ لا الكولينكايما ما كانتش بتعمل ستورج، كانت بتدي سترينث او كانت بتدي قوه، كانت بتدي سبورت بسبب السيلولوز. اما هنا الوظيفه الاساسيه بتاعتها ايه؟ الوظيفه الاساسيه بتاعتها ان هي تعمل ستورج. دي المنطقه دي اسمها ايه؟ اسمها بارينكايما سيلز. خلاص كده، كده احنا خلصنا اول طبقتين من الكورتكس، اول طبقه هايبوديرم، تاني طبقه اسمها بارينكايما سيلز. طيب في شويه استثناءات، بيقول لك ساعات تلاقي الهايبوديرم والبارينكايما سيلز الاثنين كولينكايما سيلز، يعني ساعات تلاقي الطبقتين دول كولينكايما سيلز، وساعات الاثنين دول يبقوا بارينكايما سيلز. يعني ساعات في شويه استمات كده او ستامز، يعني بيبقوا الاثنين الطبقتين دول بارينكايما والطبقتين دول كولينكايما، تمام، على حسب بقى نوع الاستام. ولكن الاغلب او الشائع او اللي هو كده يعني ان الهايبوديرم بتبقى كولينكايما وممكن يبقى فيها باليسيد لو كان الورق قليل، والطبقه الثانيه بتبقى بارينكايما، تمام كده. يبقى الاولى كولينكايما والثانيه بارينكايما. كده احنا خلصنا اول طبقتين. تعالى بقى نخش على الطبقة الثالثة والأخيرة اللي هي طبقة الإندوديرم. طبقة الإندوديرم، طيب طبقة الإندوديرم دي عبارة عن إيه؟ برضو مجموعة سيلز، حلو جدا، مجموعة سيلز. بتحبب إيه؟ أو أفرقها إزاي عن بقية الكورتكس؟ بص، أولا كده يعني مش شرط إن أنا أقدر أفرق ما بينهم، ساعات ممكن الإندوديرم دي تبقى شبه جدا جدا البرينكايما والكولينكايما ما اقدرش افرق بينهم. طب افرض يا عم ربنا كرمني وعرفت افرق ما بينهم، افرق ما بينهم ازاي؟ يعني ايه العوامل اللي انا لو يعني ايه العوامل اللي انا المفروض اشوفها عشان اقدر افرق ما بينها؟ اول حاجه الاندوديرم دي هلاقيها فلاتند، فلاتند يعني مبططه بالشكل اللي قدامك ده، هتلاقي البرينكايما والكولينكايما مدورين كده، اما الاندوديرم هتلاقيها متبططه كده بالمنظر ده. دي حاله يعني ممكن امسك ستيم اخد الترانسفيرس سكشن احطه تحت الميكروسكوب الاقي البارينكايما والكولينكايما اوفال مدورين والاندوديرما الاقيها فلاتند، دي حاله ممكن الاقيها. وممكن ما الاقيهاش فلاتند، الاقيها عاديه اوفال مثلا او حاجه، بس في حاجه مهمه جدا هلاقيها، الاقيها لاجنيفايد، عليها لجنين، متغلظه باللجنين. اوبا، طب طالما متغلظه باللجنين اقدر اشوفها ازاي تحت الميكروسكوب؟ عن طريق صبغه، الصبغه دي اسمها الفلوروجلوسين وكونك اتش سي ال. اول ما اصبغها بالفلوروجوسين والكونك اتش سي ال دي هلاقيها لونها احمر، ليه؟ بسبب اللجنين. ودي حاله تانية، والحاله دي هتتشرح بالتفصيل في المنتا في المحاضره الثالثه ان شاء الله، تمام. طيب دي حاله برضو، يبقى انا ممكن افرقهم ازاي؟ والله هي على حسب، ممكن الاقي اندوديرم فلاتند فبالتالي هيبقى بسهوله جدا اقدر اشوفها، وممكن الاقي اندوديرم تاني لاجنيفايد فاقدر اميزها بالصبغه. طيب وممكن الاقي اندوديرم ثالث ولا فلاتند ولا لاجنيفايد، امال ايه؟ الاقي جواه في ستارش، كونتين ستارش، جواها ستارش. طب الستارش ده اميزه ازاي؟ عن طريق الايودين، اصبغه بايودين، والله لقيتها زرقت افهم على طول ان الاندوديرم دي جواها ستارش. طيب وفي اندوديرم رابع ما فيهوش اي فرق بينه وبين البرينكايما والكولينكايما، ده طبعا مش هقدر اميزه، تمام كده يا شباب. يبقى احنا كده خلصنا اول طبقتين،
اول طبقه الابيدرمز قلنا عباره عن one row، خط واحد او صف واحد من السيلز varying in size and shape، بتختلف في السايز والشيب بتاعها. وقلنا لو اخدت قطاع طولي هلاقيها بالطول، اخدت قطاع عرضي هلاقيها بالعرض، دي حته مش مهمه. طيب بتعمل بروتكشن ازاي؟ عن طريق الكيوتيكل. الكوتيكل دي هتحميها من الجفاف لان هي هتحتفظ بالماء اللي موجوده، وكل ما السمك بتاع الكوتيكل يزيد تفهم على طول ان النبات ده بيحتاج يحتفظ بالميه اكتر. يعني ايه؟ الصبار ده هتلاقي طبقه الكوتيكل بتاعته شديده جدا، ليه؟ موجود في الصحراء فهيبخر ميه كتير قوي، فلا انا هزود السمك بتاع طبقه الكوتيكل دي علشان افقد كميه ميه اقل. حلو. طيب والاستوماتا، الاستوماتا في در... يعني موجوده ليه؟ عشان احميها من درجه الحراره العاليه. والهيرز نفس الفكره، علشان احمي الفقدان بتاع الميه، وفي نفس الوقت الكائنات هتقرف من النبات ده فمش هتاكل. طيب دي حاجه. بعد كده الكورتكس. الكورتكس قلنا عباره عن ثلاث طبقات. الطبقه الاولانيه اللي هي الهايبوديرم. الهايبوديرم دي اغلب الوقت بتبقى ايه؟ كولينكايما، عباره عن خلايا كولانشيميه. طالما خلايا كولينشيميه تبقى متغلظه بالايه؟ بالسليلوز. طالما متغلصه بالسليلوز هيبقى فيها انتر سيلولار سبيسز؟ لا خلاص، ما هي مليانه بالسليلوز حضرتك. طيب يبقى وظيفتها ايه؟ سبورت. حلو. او ممكن يبقى فيها باليسيد زي ما اتفقنا، يبقى فيها باليسيد تيشو. ليه؟ لما يبقى الليفز صغيره او عددها قليل. ليه؟ عشان اقدر اعوض ده، اعوض النقص في الفوتوسينثيز اعوضه هنا. طيب والطبقه الثانيه عباره عن برينكايما سيل اهي. ادي اول طبقه كولينكايما، تاني طبقه برينكايما، تالت طبقه اندوديرم. طيب الخلايا البارنشيميه دي او البرينكايما سيلز عامله ازاي؟ بص كده هتلاقي حجمها اكبر بكتير من الكولينكايما. وظيفتها ايه؟ ستورج. طيب فيها انتر سيلولار سبيسز؟ فيها يا معلم انتر سيلولار سبيسز. متغلظه بالسليلوز؟ اه متغلظه بالسليلوز بس فيري فيري ثين، يعني بص رفيع جدا. تمام كده. بعد كده عندنا الطبقه الثالثه والاخيره اللي هي طبقه الاندوديرم. طبقه الاندوديرم دي اقدر اعمل يعني اقدر اميزها او اقدر افرق بينها وبين البرينكايما والكولينكايما ساعات وساعات. ساعات اقدر وساعات لا، يعني هو بيقول لك كان بي ديستينجويش، وساعات لا ما اقدرش اصلا افرق ما بينها. تمام بعد اذنك كنت اتريقش على النطق وركز معايا احسن. طيب الاندوديرم دي لو انا قدرت اميزها، اميزها ازاي؟ عن طريق رقم واحد الشيب، الشيب اوف سيلز زي ما قلت لك هتلاقيها فلاتند والباقي اوفل. الناتشرال اوف ذا وول هتلاقي الكولينكايما والبرينكايما متعاملين بالسليلوز، لكن الاندوديرم دي هتلاقيها لاجنيفايد، وطالما معموله باللجنين لما اجي احط عليها صبغه الفلوروجريسين هتحمر. طب البرينكايما والكولينكايما هتحمر؟ لا مش هتحمر لان هي مش محطوطه اصلا باللجنين، دي محاطه بالايه؟ بالسليلوز. وده نوع اسمه كاسبرين، او كاسبرين ده هناخده اصلا في الايه؟ في المنتفع، مش هنشرحه دلوقتي. وممكن كمان اميزها عن طريق الكونتنت، ان انا الاقيها جواها ايه؟ جواها ستارش. طب اميز الستارش ده ازاي؟ عن طريق صبغه الايودين، هلاقيها ازرقت. وقلنا كمان في نوع من اندوديرمز اصلا ايدنتيفايد، ما اقدرش اميزه عن اي حاجه. تمام كده يا شباب. طيب كده احنا خلصنا الطبقه الثانيه، اتكلمنا عن الاندوديرم واتكلمنا عن الكورتكس، وقلنا الكورتكس ثلاث طبقات. خلصت. تعالى بقى نخش بعد كده على الستيل. ايه الستيل ده؟ الستيل ده عباره عن كل التيشوز اللي تحت الكورتكس. يعني انت عندك الكورتكس اهو بالمنظر ده، ادي الخلايا الكولانشيميه، ادي الخلايا البارنشيميه، والاندوديرم تحتها. خلاص خلص. كل اللي تحت، كل اللي تحت الكورتكس عبارة عن ستيل. تاني كل اللي تحت. طب هو كل اللي تحت ده عبارة عن ايه؟ قالك ثلاث حاجات، حاجة اسمها بيريسايكل، وحاجة اسمها فاسكولار بندل، وحاجة اسمها بس. لا نعيد تاني من الاول خالص 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 خالص. بص كده في الصورة دي اهو، عندي هنا اول طبقة خالص على الحرف دي ابيديرم، طبقة الابيديرم اللي موجودة. تحتها طبقه الهايبوديرم. الهايبوديرم دي انهي طبقه؟ الاوتر لاير اوف كورتكس، الاوتر لاير في الكورتكس، الكورتكس او ذا فيرست لاير اوف كورتكس، دي اول طبقه في الكورتكس. جميل، دي اول طبقه. بعدها طبقه البرينكايما سيلز اهي، طبقه البرينكايما سيلز اهي موجوده. دي الطبقه الكام؟ الميدل، الميدل ان كورتكس. طيب حلو، طالما هي الميدل ان كورتكس اللي تحتها ايه؟ اللي تحتها الاندوديرم. الاندوديرم دي الاوتر لاير اوف كورتكس، الانر لاير اوف كورتكس دي اخر لاير موجوده في الكورتكس. بس كده الكورتكس خلص. حلو. تحت الكورتكس بقى اهي، هنا كده هلاقي طبقه اسمها بيريسايكل.
طبقة اسمها بيريسايكل. البيريسايكل ده وظيفته ان هو يحمي لي الفاسكولار باندل. ايه الفاسكولار باندل دي؟ اللي هي الزايلم والفلويم، اللي هو ده اللي انا هعمل منه انقل منه الميه والنيوترينتس. بعد كده هلاقي حاجه اسمها البيس. البيس ده هو النخاع، اللي هو اللوب بتاع الستيم، الخلايا اللي بتبقى موجوده في الستيم، هي خلايا بارنشيمال. تمام كده يا شباب، احنا خلصنا مين؟ خلصنا الابيدر وخلصنا الكورتكس. تعالى لي بقى نخش كده على الستيل. يبقى الستيل ده عباره عن ايه؟ البيريسايكل والفاسكولار باندل والبس، التلاتة مع بعض. حلو كده؟ طيب التايبز اوف ستيل، بص السلايد دي الدكتور ما شرحتهاش، بس هي يعني خلينا ناخد احتياطاتنا ونشرحها، وهي سهله جدا والله مش هتاخد دقيقه، بس عشان ايه يعني نبقى واخدين الاحتياطات بتاعتنا. التايبز اوف ستيل، ايه هي انواع الستيل؟ الستيل ده معلش احنا قلنا عباره عن ايه؟ بريسايكل وفاسكولار باندل وبس. طيب انا بقول لك تايبز اوف ستيل يعني انواع الستيل، الانواع دي انا بقسمها بناء عن ايه؟ بناء عن الفاسكولار باندل. ابتدي ابص على الفاسكولار باندل اشوف شكلها عامل ازاي، الفاسكولار باندل والبس الاثنين اشوف شكلهم عامل ازاي، ومن خلال الشكل بتاعهم اقسم. طيب تعالى ندي مثال وهنفهم. اول نوع، نوع اسمه البروتوستيل. البروتوستيل من اسمه بروتو، بروتو دي يعني اول حاجه، ده اول ستيل اتكون. يعني ايه؟ مش فاهم. مش احنا عندنا النباتات دي بتتطور او مش بتتطور؟ يعني احنا عندنا نباتات اول نباتات طلع لها فاسكولار باندل، وعندنا نباتات حديثه جدا وبيبقى الفاسكولار باندل بتاعها معقد جدا، صح كده؟ البروتوستيل ده موجود في النباتات اللي اول نباتات يطلع فيها فاسكولار باندل، اللي هي بدايه التطور بتاع النباتات على طول، هي دي اللي بيبقى موجود فيها الستيل. طب ده بيبقى عباره عن ايه؟ قال لك ده بيبقى عباره عن فاسكولار باندل بس، مفيش بس جوه. ادي الفلوي، ادي الزايلم، الزايلم اللي بالاحمر بيحيط بيه فلويم وبس كده، خلاص زايلم وفلويم وبس، مفيش بس موجود جوه بس. يبقى البروتوستيل ايه اللي بيميزه؟ نو بس، مفيش اي بس خالص، مفيش. والزايلم سراوندد باي فلويم، الزايلم بيحيط بيه فلويم بس كده، دي بمنتهى البساطه البروتوستيل. طيب النوع اللي بعده بقى ده الاكثر تطورا او ده اللي اعلى منه شويه، السيفونوستيل. السيفونوستيل ده عباره عن ايه؟ قال لك ده فيه بس. يعني ايه؟ يعني هلاقي هو زي ما انت شايف ادي البس ده اللي هو باللون الابيض، تمام؟ ده البس اهو موجود جوه الابيض ده، ادي الزايلم اللي هو بالاحمر ده، وادي الفلويم اللي هو بالازرق ده. يبقى بس زايلم فلويم عادي جدا، مفيش اي مشكله. حلو، ولكن لقيت لك في السيفونوستيل ده نوع كده غريب. ايه هو؟ مش احنا قلنا البس بعدها الزايلم بعدها الفلويم، صح؟ اه. لقيت بقى فيه نوع تاني، النوع ده البس بعدها فلويم وزايلم وفلويم تاني. الطبيعي ان انا عندي البس بعدها الزايلم بعدها الفلويم. في بقى نوع تاني من برضو السيفون ستيل عباره عن ايه؟ بس فلويم زايلم فلويم. يعني ايه؟ يعني الزايلم سراوندد باي فلويم اوتر وانر، يعني الزايلم بتوين تو فلويم، في فلويم اوتسايد وفي فلويم انسايد، في هو موجود بينهم هما الاثنين، تمام؟ في حاله، في الحاله دي، الحاله اللي يبقى الفلويم بين يعني الفلويم بيحيط بالزايلم من فوق ومن تحت بنسميها الانفي فوليك. الانفي فوليك دي هي دي معناها ايه؟ معناها ان انا عندي تو فلويم، واحد بيحيط بالزايلم من بره والتاني بيحيط بيه من جوه اهي بالمنظر ده. اهو بص كده، ادي البس اللي هو بالابيض ده، ادي الفلويم اللي هو باللبني او الازرق ده، اهو ادي الفلويم، ادي الزايلم وادي الفلويم، فالزايلم بينهم هما الاثنين. طيب هنا بقى في الاكتوفلويك، الاكتوفلويك دي معناها ايه؟ لا لا لا، الاكتوفلويك ده العادي جدا، عندي بس وزايلم وفلويم عادي جدا، الفلويم بيحيط بالزايلم من بره بس، تمام كده؟ بس السلايد دي سهله جدا. خش بقى على السلايد اللي بعدها، دي بقى اللي الدكتور شرحتها. النوع الثالث اسمه ديسكتد سيفونوستيل. ايه الديسكتد سيفون ستيل ده بقى؟ قال لك عارف السيفون ستيل ده؟ اه. مش احنا قلنا عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن بس وزايلم وفلويم؟ اه. انا هاخده اقسمه قطع بس، هو ده الديسكتد سيفون ستيل. عباره عن ايه؟ قال لك ان السيفون ستيل ده بروكن اب، بروكن اب يعني بيتكسر بيتقسم كده، بيكون لي سيباريتد فاسكولار باندلز او سيباريتد فاسكولار ستاندز، يعني قطع كده من الفاسكولار باندل، تمام كده؟ كل قطعه منها عباره عن فلويم وزايلم. حلو كده؟ ده موجود فين؟ لو جدع تقولها، اكيد طبعا هتبقى جدع لانها مكتوبه قدامك، لكن انا اقصد احنا مش احنا شرحناها هنا؟ قلنا الدايكود، قلنا الدايكود الفاسكولار باندل ملفوفه على شكل رينج،
هي دي، ده الشكل بتاعها. دي كان اصلها ايه؟ كان اصلها سيفون ستيل عادي جدا، لكن اللي حصل ان انا السيفون ستيل ده قسمته، قسمت الفاسكولار باندل بالمنظر ده عباره عن قطع بقت بالشكل ده كده. دي اسمها ديسكتد سيفون ستيل. دي موجوده فين؟ في الدايكوتوليتونز، تمام، او الدايكوتوليتونز. طيب النوع الرابع والاخير اللي هو الاتاكتو ستيل. الاتاكتو ستيل اللي هو المونوكوت اهو اللي قدامك هنا اهو، هو ده. ده انت شايف قدامك ايه؟ انا شايف ان الفاسكولار باندل الريجولر متبعتره، هبهازرد كده عشوائيه، مش مترتبه لا على شكل رينج ولا على شكل التنجان. فهو بيقول لك الستيل ده اول حاجه ده از فيري كومبلكس، معقد جدا، يعني ده احسن حاجه في التطور، تمام كده، كونتيننج ايه ديسبريست فاسكولار سترانز، او يعني سكاترد، اسمها ايه، سكاترد اوف فاسكولار باندل، يعني او الريجولار فاسكولار باندل. كل الالفاظ دي صح، معناها ان الحاجات دي عشوائيه. طيب ده موجود فين؟ موجود في المونو كوتوليدونز. كده احنا خلصنا التايبز اوف ايه، التايبز اوف ستيل. طيب احنا هنقف لحد هنا وهنكمل الجزء ده في المحاضره، يعني في البورت التاني، علشان ده ليه ليله تانيه لوحده. اوكي يا شباب، فاستودعكم الله يعني.